السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل أخواتي وأحبابي اللي مشرفيني على القناة، أهلا بيكم. النهاردة الجمعة، أذكركم الأول بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان برضو بذكركم بسورة الكهف، ودي مهمة جدا تقرأوها، ودي من وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الفيديو ده بناء على طلب أحبة معانا في القناة كتير، أخوات لينا طريقة صحيحة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله استعدوا للمفاجآت في الفيديو ده. بس الرجاء منكم يا أخواتي، يعني دعم الفيديو ده على قد ما تقدروا لمشاركة الأجر. وثق تماما، كل ما إنسان استفاد أنت كمان هتستفاد بقدر الاستفادة، بل بالعكس أضعاف كمان ما هو استفاد. فرجاء منكم مشاركة الفيديو ده، ليه؟ لأني بصراحة يعني النهاردة هقدم لكم والله بفضل الله سبحانه وتعالى معلومات شبه كنوز كده، لو طبقتوها هتحسوا نتائجها وفي أقل من أسبوع واحد، أقل من أسبوع واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. فشاركوا الأجر معايا وننشر الفيديو ده على واسع النطاق، لأن للأسف الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية دي قليل جدا اللي بيتكلم فيها، مع إنها فيها فوائد رهيبة جدا، مع إنها أسرع وسيلة كمان لتحقيق الرغبات وتحقيق الأمنيات وشفاء الأمراض وفك الأسحار وتعطيل الزواج ومشاكل الزوجية وأي حاجة ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صدقني بكل ثقة، لو طبقت اللي هقولك عليه أو هقولك عليه أخت أو أخ في الفيديو ده بالحرف الواحد بفضل الله سبحانه وتعالى، أيا كان مشكلتك أو مشكلتك هتتحل في أسرع وقت. انا مش عايز اقول على فوائد هتحصل لك، لان انا عايزك انت تكتشف بنفسك، او انت تكتشف بنفسك الكنز اللي بيتقدم لكم في الفيديو ده. طيب، صيغة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هقدمها لك النهاردة، اتمنى منك ما تكتمهاش. يعني لو انت انسان جه قدامك الفيديو ده وشفت المعلومات اللي بتتقالك دي وسمعت المعلومات دي وشربتها كويس وخدت قرار مع نفسك او مع نفسك انك هتطبق المعلومات دي، فرجاء ما تكتمش العلم ده جواك، ما تكتمش الفايدة اللي هتحصل عليها جواك، لا، شاركها مع الناس، بلغ بيها من حولك. وصدقني زي ما قلت لك في اول الفيديو، كل ما انسان او انسانة استفادت من طريقة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي انت تعلمتها وطبقتها وهتشوف نتائجها بإذن الله في أقل من أسبوع، كل ما انت استفدت أضعاف أضعافهم. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية بتحل الأسحار، بتحل التعطيل في الجواز، بتحل المشاكل العائلية، بتحقق الرغبات في أسرع وقت، بتحقق جميع الأمنيات، إن كانت بقى في شفاء، إن كانت في تعطيل، إن كانت في سحر، إن كانت في مس، إن كانت في جن عاشق، أي حاجة. الطريقة اللي هتتقدم لكم النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى لو طبقتها في حياتك، فأسبوع واحد بإذن الله هتشوف أنت النتائج. طب مش هنطول مع بعض أكتر من كده، ولو عايز بقى تجيب ورقة وقلم وتكتب اللي هيتقال عليه ده عشان تعيد الفيديو مرة تانية وتسمع المعلومات اللي فيه برضو، مفيش مشكلة. طيب، هنعمل ايه بقى؟ اول شرط الوضوء، اول شرط الوضوء. الوضوء ده قاعدة اساسية، وخلي بالكم انا هنا في القناة بتكلم بالطاقة، علاج بالاستغفار بالطاقة، كل كلامي في قناتي على الطاقة والاستغفار وازاي تستغفر ربنا سبحانه وتعالى بالطاقة، وازاي تستغفر بالخيال، وازاي تستغفر بإغماض العينين. كل ده أنا مقدمه وقطعت بفضل الله سبحانه وتعالى سلسلة كبيرة جدا من العلاج بالاستغفار بالطرق اللي قدمتها في قناتي، وهو بالطاقة. والنهاردة هقول لك على صيغة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية بالطاقة برضو. ليه بقى بالطاقة؟ ركز بقى معايا في اللي هيتقال لك دلوقتي بالحرف الواحد. طيب، أسرع النتائج اللي هتتحصل عليها اللي هتجيلك في خلال أسبوع ده زي ما وعدتك في أول الفيديو، هو الوقت اللي بعد الفجر أو قبل الفجر اللي هتقول فيها الطريقة اللي هنشرحها لك دلوقتي.
طريقة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هتحل معاك أي مشكلة أنت هتحددها، هتحدد المشكلة اللي عندك أيا كان بقى الأمر اللي أنت محتاجه، هتحدد الأمنية اللي أنت عايزها، هتحدد المرض اللي عندك، أي مشكلة في حياتك هتحددها قبل ما تبدأ في قراءة الصيغة اللي هقولها لك دي. والأوقات المفضلة ليها الوقت اللي قبل الفجر أو بعد الفجر أو في العصر أو قبل النوم، المدة لمدة 7 أيام. كده عرفنا الوقت وعرفنا المدة، لمدة 7 أيام أعملها. وخلي بالك الحاجة اللي أنت عايزها بفضل الله سبحانه وتعالى هتحصل لك قبل الأسبوع، يعني هتجيلك قبل الأسبوع. بس ده مش معناه أنك تبطلها بعد ما التمرين ده تخلصه، لا كنز فعلا يعني ما تسيبوش، فأنت واضب عليه حتى بعد ما التمرين ده يخلص لمدة أسبوع. مش عشان بقى معنى ان انا الحاجة اللي انا عايزها جاتني في حياتي خلاص هبطل، لا ما تبطل، لان دي هدية في ايدك ما تسيبهاش. افضل اقولها طول ما انا عايش، ما عديش يومي الا وانا قايلها باي عدد بقى بقدر المستطاع. طيب هنخش بقى في الشرح ازاي اصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية قضاء الحاجة اللي انت عايزها في حياتك. احنا كده عرفنا ان الصيغة اللي هتتقدم لك النهاردة تحل جميع المشاكل اللي في حياتك. انت بقى حدد مشكلتك ايه زي ما قلت لك من شوية وهتبدأ بالطريقة دي. طيب بعد الفجر، بعد ما صليت الفجر هتقرأ الفاتحة 7 مرات، يبقى ده رقم واحد. بعد ما تقرأ الفاتحة 7 مرات هتبدأ الصلاة على النبي بالصيغة اللي هتسمعها مني كده بالظبط، وهتقولها بالطريقة دي، وهتعملها 33 مرة. 33 مرة قرأت الفاتحة 7 مرات بعد صلاة الفجر، وأنا جالس مكاني بعد ما قرأت الفاتحة هبدأ الصلاة على النبي بالطريقة دي: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هتعملها كده كام؟ هتعملها 33 مرة. يبقى الفتحة 7 مرات والصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية 33 مرة. طيب قولها بنفس اللي سمعته ده كده بالظبط. بديت في التمرين الفاتحة 7 مرات، الصيغة اللي انت سمعتها الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصيغة دي 33 مرة. وخلي بالك بقى في المعلومة اللي هتتقال ان دي المهمة جدا، شوف المشكلة أثناء ما أنت بتأدي التمرين ده بالصلاة على النبي. بعد ما قرأت الفاتحة، بعد ما قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، تقولها 33 مرة. ومهم جدا تشوف المشكلة اللي في حياتك اللي انت عايزها تختفي، او الامنية اللي انت عايزها تتحقق، او المرض اللي انت عايز تتشفى منه، او السحر او المس او اي عكسات في حياتك. مهم جدا وانت بتعمل التمرين ده تشوفها وانت بتنطق وبتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالطريقة اللي بتتقدم لك. طيب كده عرفنا هنعملها بعد الفجر، وهتعملها بعد العصر، وهتعملها قبل النوم والمدة 7 أسابيع. يبقى انت كده هتبدأ التمرين ده هتعملها بعد الفجر 7 مرات تقرأ الفاتحة، وبعد ما تقرأ الفاتحة هتصلي على النبي 33 مرة، وبعد العصر كذلك نفس التمرين ده هيتعمل بعد العصر وهتعمله قبل النوم. كده المجموع 99 مرة والفاتحة 21 مرة. التمرين كده انت هتعمله هو على مدار يومك 3 مرات، هتعمله بعد الفجر وهتعمله بعد العصر وهتعمله قبل النوم. ومهم جدا تشوف المشكلة اللي انت عايزها تتحل اثناء ادائك للتمرين، ان كنت بقى اخت او اخ. ونصيحة الاخوات الستات ما تعملوش التمرين ده الا وانتوا يعني على طهارة من العذر الشرعي. ما يتعملش الا وانتوا على طهارة من العذر الشرعي. مرة تانية للتأكيد، يبقى احنا كده بعد الفجر هنقرأ الفاتحة 7 مرات، هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 33 مرة، يبقى احنا كده عملناها بعد الفجر. هتخيل المشكلة اللي انا فيها وعايزها تتحل وبقرأ الفاتحة 7 مرات وبقول
صيغة الصلاة على النبي 33 مرة بنية حل المشكلة اللي عندي مهم جدا اتخيلها على قد ما اقدر اتخيل فيها في المشكلة اللي انا عايش فيها وعايزها تتحل اتخيل، وهعملها برضو بعد العصر 7:33، وهعملها قبل النوم بعد العشاء بقى قبل ما تنام، شوف انت بتنام امتى، اعملها 33 وهقرأ برضو الفاتحة 7 مرات. اتحداكم بفضل الله سبحانه وتعالى لما كنت الشيء اللي انت عايزه هيحصل لك. على فكرة هو ممكن الحاجة اللي انت عايزها تحصل لك في اول 3 ايام، يعني مش هتكمل، ممكن ما تكملش معاك الاسبوع، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. ربنا يا رب يوفقكم، وربنا سبحانه وتعالى يستجب لكم ويستجب لنا ويجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. الطريقة دي قوية جدا قوية جدا، خصوصا وخلي بالكم مع المعلومة اللي هتتقال، الطريقة اللي بتتقدم لك دي فيها اسمين من أسماء الله الحسنى، خلي بالكم، الحميد والمجيد، أسماء الله الحسنى، وده السر في الطريقة اللي بتتقدم لكم. وعشان كده بقول لك أمنيتك أو طلبك أو شفائك أو اللي انت عايزه بفضل الله هيتحقق لك في أقل من أسبوع. بس رجاء منك ما تبطلش حاجة زي كده، انت بقت معاك مفتاح كنز اهو، معاك المفتاح بتاع الخزنة اللي في اي وقت تستخدمه في حياتك. انا بقى مش ما ينفعش استخدمه في اي وقت للتجربة، لا، ده دي هدية معاك، فحافظ عليها حتى بعد ما تخلص الاسبوع، كمل فيها، يعني دايما ترددها بالطريقة اللي انت سمعتها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. وخلي بالك ده الاسمين اللي بنقول عليهم والاسرار اللي فيهم من اسماء الله الحسنى. انت دلوقتي بقت معاك كنز اهو تحل بيه كل مشاكل حياتك، فما تستغناش عنه، مش بعد اسبوع بطله، لا، ما تستغناش عن حاجه زي كده. اي امور مستعصيه استخدم التمرين ده عليك عندك في حياتك، اي امور مستعصيه، عكوسات في حياتك، اي لخبطه في حياتك، فاستخدم الصيغه دي عليه، واستخدم قراءه الفاتحه بنفس اللي قلناه كده بالظبط بالترتيب 7 مرات 33. يبقى احنا كده قرأنا 7 و7 و7، ودي برضو من السر. وكمان قلنا طريقة الصلاة على النبي 33 و33 و33، 99 99، اظن كده انت في معلومة نورت عندك، صح؟ او نورت عندك، ماشي. ربنا يوفقكم يا رب. ادعموا بقى الفيديو على قد ما تقدروا، شاركوا معايا الاجر، وصدقوني كل ما فدنا بشر كل ما ربنا عود لنا اضعاف الافاده اللي احنا فدنا بيها. عشان خاطري مهم جدا وانت بتعمل التمرين اللي تقدم لك بطريقه الصلاه على النبي ده النهارده، مهم جدا تشوف المشكله في خيالك اللي، ومش مهم تغمض عينك بالمناسبه، يعني انا دايما في كل فيديوهاتي بتاعت الاستغفار بقول غمض عينك، لا، دي مش مهم تغمض، مهم يعني جدا انك انت تتخيل المشكله اللي انت فيها، مهم جدا انك تبقى حاطط نيه انك عايز المشكله دي تخلص، وبتقرا الفاتحه وبتقول طريقه الصلاه على النبي بالصيغه الابراهيميه، بتقولها بنيه حل المشكله اللي انت فيها دي بقى ايا كان نوعها، اي حاجه متعبك في حياتك اعمل التمرين ده عليه. صدقني يا اخويا او يا اختي الطريقه اللي اتقدمت لكم دي يعني نقدر نقول، لا انا مش هنقول عليها فوائد، لما انت تطبق وتجرب بنفسك، واكيد اكيد اكيد اللي مجرب فعلا الصلاه على النبي بالصيغه الابراهيميه عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس، ده كنز. بس للاسف قليل جدا من الناس اللي بيتكلم في الطريقه دي. الحلقه الجايه ان شاء الله عندي كام سؤال هنا، طبعا انا بعتذر لاخواتي اللي انا يعني لسه ما ردتش عليهم، وعدتهم هرد عليهم في فيديو فيه طبعا اسئله جاتني، فان شاء الله الحلقه اللي بعد دي باذن الله هتكون رد على السؤالات اللي جاتنا عن فيديوهات الاستغفار. ربنا يبارك فيكم وما يحرمنا منكم، وطبقوا يا جماعه الكنز اللي اتنقل لكم النهارده ده، وان شاء الله تسرعوا من النتائج المبهره اللي بفضل الله سبحانه وتعالى انتوا عايزينها في حياتكم. يا رب يبارك فيكم وما يحرمنا منكم ابدا، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.